السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآن وعلى مدار 30 دقيقة سنكون معكم في برنامج الوطن، حياكم الله. نبدأ من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. الشورى يطالب الإسكان بإقراض المواطنين والإسراع بتسليم المنتجات. الخميس المقبل آخر مهلة للتقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات. السديس يدشن منسوعة ثلاث تلاوات الحرم المكي الشريف. أما أبرز الملفات التي سنناقشها في حلقة اليوم: تحت رعاية خادم الحرمين انطلاق الدورة 11 لسوق عكاظ غدا. الترجمة عن بعد يتيح التقاضي في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم. التربية البدنية بمدارس البنات العام المقبل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تنطلق اليوم الدورة 11 من سوق عكاظ الذي يقام تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتستمر فعاليته لمدة 10 أيام بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين. وتعد الدورة 11 من سوق عكاظ الدورة الأولى بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية الإشراف على السوق بالتنسيق الكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في محافظة الطائف، وتحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري. معنا من الطائف الأستاذ علي العنبر رئيس اللجنة الثقافية في سوق عكاظ. مساء الخير. مساء الخيرات. أستاذ، ما هو المميز والجديد في هذه الدورة 11 لسوق عكاظ؟ حقيقة في أشياء كثيرة تم تطويرها عن الدورات العشر السابقة، برامج وفعاليات مختلفة كليا عما سبق، يعني أستطيع أن أقدر نسبة 70% عما كان عليه سوق عكاظ في الماضي. نعم. لدينا عدة برامج أذكر منها على سبيل المثال: برامج جادة سوق عكاظ وهي برامج تراثية، برامج الجادة الثقافية، برامج واحد الفنون التشكيلية، برامج الفنون المسرحية، برامج الجوائز والمسابقات، برامج الفنون الشعبية، برامج الفنون التشكيلية، برامج عيش السعودية، برامج لا تترك أثر، برامج المشاركات الدولية، وبرامج المشاركات الوطنية. نعم. طب حكيني أكثر عن الفعاليات والنشاطات اللي موجودة في سوق عكاظ 11، إيش الأشياء المميزة؟ طبعا عندنا احنا جادة سوق عكاظ. نعم. هذه الجادة تضم أكثر من 100 نشاط وفعالية وبرنامج تراثي. أذكر منها على سبيل المثال فعاليات المعلقات في الخط العربي، وهذه فعاليات يتم مجموعة من الفنانين الخطاطين يقومون بإعداد معلقات أمام الجماهير ويقومون بالتعريف والتوعية بالخط العربي للجماهير. أيضا عندنا عروض الحرف والصناعات اليدوية، والسنة هذه شارك معنا 6 دول عربية من المغرب والأردن ومصر وتونس والجزائر واليمن. نعم. هذه العروض عروض الحرف والصناعات اليدوية عروض متنوعة، طبعا تضم أيضا بالإضافة إلى العروض الدولية بحدود تقريبا 160 حرفة من حرف المملكة العربية السعودية التراثية. يقوم في أثناء تنظيم هذه الحرف تنظيم عدة ورش حرفية بعنوان جرب حرفتي، وهذه الورشة هي حقيقة جديدة جدا، حيث يقوم الحرفي بالتوعية والتعريف بحرفته المميزة، ومن ثم يجعل الزائر يشاركه بممارسة هذه الحرفة، والهدف من ذلك هو نشر الوعي بأهمية الحرف والصناعات اليدوية في المملكة العربية السعودية وتنميتها. نعم. في هذه عملية التنظيم وتطوير هذه المنظومة اللي تشهدها سوق عكاظ، مين الجهات الحكومية اللي تساند سوق عكاظ؟ حقيقة جهات كثيرة تساندنا احنا، صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه في هذه الدورة وجه بالتعاون الكبير بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الحكومية الأخرى. جميع الحيات على سبيل المثال أمارة
منطقة مكة المكرمة ويمثلها محافظة الطائف، أيضا الغرف التجارية، أيضا الجهات الخاصة في جميع القطاعات الحكومية، في جميع القطاعات الخاصة تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث في تنظيم هذه الفعاليات. نعم، كيف تشوفوا إقبال، يعني إن شاء الله إقبال الزائرين اللي حيكونوا لسوق عكاظ؟ طبعا في كل عام، في كل عام مزيد عدد الزوار. السنة هذه حقيقة تسويق الفعالية أثر بكثير، وأيضا التوقيت، التوقيت للفعالية لتنظيمها في هذا الوقت يؤثر بشكل كبير، حيث الطائف تعم بالزائرين وتعم بالزوار سواء من داخل المملكة ومن خارجها. فالتسويق كان أثر كبير حقيقة في جذب الزوار. نعم، كان معنا من الطائف الأستاذ علي العنبر رئيس اللجنة الثقافية في سوق عكاظ، شكرا جزيلا لك. دشنت وزارة العدل مشروع الترجمة عن بعد الذي يتيح التقاضي بالصوت والصورة في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم، وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبد الرحمن بن نوح إن مشروع الترجمة عن بعد يعمل على إنجاز القضايا التي تحتاج إلى ترجمة فورية، حيث يكون أطراف النزاع أو أحدهم ممن لا ينطقون اللغة العربية، لافتا إلى أن المشروع مطبق في جميع المحاكم بالمملكة، وذلك لتعزيز استراتيجية وزارة العدل في إنجاز القضايا بصورة سريعة واختصار إجراءات التقاضي. معنا من الرياض الشيخ عبد الرحمن القاسم، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. حدثنا أكثر عن هذا المشروع، وكيف تتم هذه الجلسة بين القاضي والشهود والمتهمين؟ نعم، فكرة المشروع نعم جاءت من حاجة المحاكم والجلسات القضائية للترجمة عندما يكون الخصوم أو أحدهم من غير الناطقين باللغة العربية. نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية بحكم مكانتها الشرعية والاقتصادية والتجارية اجتذبت العديد من الناطقين بغير اللغة العربية، وهناك يعني لغات غير العربية كثيرة جدا تصل إلى مئات اللغات، بل حتى البلد الواحد أحيانا يكون فيها العديد من اللغات، حتى ان بعض ابناء البلد الواحد لا يحيط بكافه لغات بلد، وبالتالي لانه يصعب تامين مترجمين لكافه هذه اللغات في كل محكمه، انبثقت فكره هذا المشروع، مشروع الترجمه، بان تكون هناك يعني مشروع موحد في الوزاره، في وزاره العدل لديه دائره تلفزيونيه موحده تكون متصله بالصوت والصوره الحيه مع جميع محاكم المملكه، وتؤمن الترجمه للمحكمة التي تحتاج. هذا المشروع في الحقيقة اختصر العديد من الخطوات الروتينية التي كان يستغرقها طلب الترجمة في السابق. في السابق كان المحكمة عندما كانت تحتاج إلى طلب مترجم كانت تطلب من الوزارة، ثم تكلف الوزارة المترجم، ثم يسافر إلى البلد الذي فيه المحكمة المحتاجة للترجمة. كل هذه الإجراءات انتهت مع وجود هذا المشروع الواعد، وهو مشروع الترجمة التلفزيونية الموحد. نعم، هل سيكون هذا البرنامج على مراحل، أو هل سيطبق، وهل سيطبق في جميع مناطق المملكة العربية السعودية؟ نعم، المشروع الآن ولله الحمد جاهز في جميع محاكم المملكة، بل حتى في القرى والمحافظات. نعم، المشروع في الآونة الأخيرة طبق ترجمة فورية في جلسة في جنوب المملكة في محافظة بيش، وأيضا طبق ترجمة أخرى في مدينة عرعر في الحدود الشمالية. فمن شمال المملكة إلى جنوبها بحمد الله هذه الميزة التقنية الحديثة يعني متوفرة في جميع محاكم المملكة ولله الحمد. نعم، ما هو المستند القانوني في قبول المحاكم لهذه الخدمة؟ هذا في الحقيقة سؤال يعني في غاية الأهمية. نعم، وهو أن مثل هذه الوسائل حتى تكون معتمدة ومقبولة لدى المحاكم ولدى أصحاب الفضيلة القضاة فلا بد من يكون لها اعتبار وسند قانوني. هذا المشروع سنده قرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء أجاز استعمال الدوائر التلفزيونية في نقل الترجمة وفق ضوابط شرعية وتقنية تضمنها القرار، تضمن التحقق من سلامة هذه من هذا الإجراء، بأن تكون الصورة الحية للمتصل بأن تكون يعني الصورة المنقولة للمحكمة من مركز الترجمة صورة حية للمتصل والمتصل عليه. نعم، وتكون بالصوت والصورة أيضا، وتكون أيضا عن طريق مترجمين معتمدين، وهذا يعني ما تم تحقيقه بحمد الله في المركز. وبالمناسبة قرار مجلس القضاء الأعلى لم يقتصر فقط على الترجمة،
لا هو تجاوز ذلك، شمل أيضا إجازة النقل عن طريق الدوائر التلفزيونية للشهادة والاستخلاف. فعلى سبيل المثال لو كان الشاهد في مكان بعيد عن المحكمة التي تحتاج إلى شهادته ويصعب عليه وصول المحكمة، له أيضا أن يستفيد من خدمة هذا المشروع طبعا بعد موافقة المحكمة. نعم، كيف يساهم هذا في المشروع في تطوير القضاء وخدماته؟ لا شك أن عندما نقوم بتبسيط الإجراءات واختصارها ونستغني عن كل خطوة يمكن الاستغناء بها، هذا لا شك سيعود بأثر كبير وفاعل على تطوير العمل القضائي، لأننا بالتالي سنستثمر هذه الجهود التي كانت تبذل في إجراءات يعني أمكن بحمد الله اختصارها، سيتم استثمارها في أعمال منتجة ومفيدة جديدة بإذن الله تعالى. نعم، هل تلك الخطوة الجديدة تبشر بالمزيد من البرامج الذكية الجديدة التي يعني تريح المتعاملين اللي حيكونوا متعاملين في القضاء؟ نعم إن شاء الله، وهذا يعني بحمد الله يعني الوزارة خطت خطوات طيبة وجيدة في هذا المجال، والقادم بإذن الله مبشر، وستجدون إن شاء الله أخبار يعني تسهم في اختصار الكثير من يعني من الإجراءات التي كانت موجودة، مع وجود أيضا يعني نحن كما أننا يعني نحرص على السهولة واليسر في التطبيق، نجمع كذلك الأمان العالي والدقة في الإجراء الذي سيتم اتخاذه. نعم. على سبيل المثال في الترجمة مثلا، نحن لما اختصرنا الإجراءات أيضا كذلك حرصنا دائما على أن تكون التقنية التي توفر في هذه الترجمة عالية جدا، بحيث يصل الصوت والصورة بشكل دقيق جدا للقاضي، فنحن يعني مع التيسير والسهولة وفي نفس الوقت نحرص على الأمان والدقة في الوسيلة التي تستخدم. نعم، كان معنا من الرياض الشيخ عبد الرحمن القاسم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم، شكرا لك. قبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري، وفيها الشورى يطالب بتعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات في هذا القطاع وضمان المنافسة العادلة. الشورى على وزارة الإسكان تمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض. أمير منطقة نجران يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة 11 مقيماً. المتحدث الرسمي لوزارة التعليم: التقويم الدراسي لعام 1438 هجري لم يتم اعتماده حتى الآن. القتل قصاصا بحق جان قتل مواطنا بسلاح رشاش بسبب خلاف بينهما في نجران. أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي المقبل، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع وفق ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة، مضيفة أن سعادة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها ولن تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي. ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة الدكتورة سامية العمودي، مؤسس ورئيس وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية بجامعة الملك عبد العزيز في جدة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. كيف ستكون هذه الخطة التنفيذية لمراحل برنامج التربية البدنية عند البنات؟ والله شوفي، أنا أعتقد أن هي أولا صدور القرار هو يعتبر النقطة المفصلية، لأنه قرار انتظرناه كثير جدا، وهذا يعزز من تعريفنا إحنا كأطباء للصحة. فالخطوة الأولى هي في إصدار القرار، وهذه كانت محتاجة إلى قرار صانع القرار، والحقيقة هذه خطوة كبيرة ورائعة.
الشيء الثاني إن هي جزء من التمكين الصحي والحقوق الصحية اللي إحنا بنتحدث عنها. آلية التنفيذ حتكون كما فهمنا إن هي على مراحل. طبعاً هناك بعض المدارس اللي عندها التجهيزات الكافية، لكن حتى التي ليس بها تجهيزات أو ليست هناك مدربات، نقطة القرار تعني أنه بقية الخطوات ستتبع بعد ذلك. ومن أحد المقترحات أيضاً إن إحنا نبدأ في تدريب توادر سعودية، بناتنا شاباتنا في الكليات في الجامعات لاستحداث هذه الأقسام. فهذه حتكون أعتقد آلية التنفيذ اللي سيتم العمل عليها. نعم، أنت ذكرتي أنه حيكون في تأهيل للكوادر الرياضية، كيف حتكون هذا التأهيل اللي حتعلم البنات اللي هي التربية البدنية؟ والله شوفي، إحنا طبعا هذه خطوة جديدة علينا، ولم يتم في الوزارة إصدار بيان توضيحي كيف ستكون الآلية، ولكن بالمعلومات المتاحة واضح أن إحنا هناك طبعا في السعودية، لا تخلو السعودية من مدربات سعوديات وطنيات بيشتغلوا في المراكز الخاصة، فهذول أيضا برضو يعتبروا عملة جيدة لاستقطابها بحيث أن هم يستطيعوا يتولوا المهمة. الشيء الثاني التدريب من خلال برامج وكورسات ودبلومات تستطيع أنها تحقق الاكتفاء. الحاجة الثالثة أنه إحنا بنعتبرها تمكين صحي، لأنه إحنا الآن مسؤوليتنا توفير المعلومات والأدوات بحيث أنه نستطيع أن نحقق الأهداف والمخرجات من هذه الرياضة. نعم دكتورة، إلى أي مدى يعني تشوفي هذه الخطوة مهمة بالنسبة للفتيات السعوديات؟ والله أنا أعتقد أنها خطوة جبارة جدا في كذا ناحية. أول حاجة يعني من ناحية الصحية، إحنا نعرف أن الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية ليست الخلو من الأمراض فقط، لكنها حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية، وهذا يحقق الشيء الكثير لبناتنا. الشيء الثاني التمكين الصحي اللي هو قدرة الفتيات على اتخاذ القرارات الصحية اللي تحقق الرفاه النفسي وبناء علاقات إيجابية، السلامة البدنية من الأمراض السكري والسمنة وإلى آخره. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه نقلة يمكن ما تحققت لجيلي، لكننا سعيدين أن بناتنا حيعيشوا في هذه النقلة ويستمتعوا بهذه الرياضة، وجيلنا جيل ناشئ، يعني بناتنا الآن غيرنا في كثير من الفتيات بيلتحقوا بالمراكز الخاصة، في كثير بيمارسوا الرياضة في البيت. عندما تصبح ثقافة مدرسية معناه بدأنا من الأساس من الجذور، وهذا اللي حيحقق مخرجات صحية اقتصادية اجتماعية كبيرة. نعم، هل هي مطبقة في كل يعني المراحل الدراسية، مثلا في الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولا مختص بمرحلة دراسية معينة؟ الحقيقة ما عندي علم، لأنه القرار ينص على إدخالها كمادة في المدارس. إحنا طبعا الأرجح إنها حتكون في جميع المراحل، لأنه الطفلة تحتاجها من أول سنة أولى. إذا أردنا أن نحدث تغييرا في الخارطة الصحية لابد أن نبدأ من الأساس. نعم، هل يكون هناك في صالات رياضية مجهزة بالأدوات اللازمة في المدارس؟ أعتقد أنه ساري العمل على كده، وساري العمل على إنشاء مراكز متخصصة. ولا تنسي أنه في إحنا عندنا الجامعات أيضا، جامعة نورة وغير جامعة نورة، فيها ترى أنا يعني شهدتها بنفسي، فيها تجهيزات ضخمة. يمكن إحنا كثير نجهلها، ولكن كثير من الجامعات والمرافق النسائية ترى مجهزة بهذه الأدوات. نعم دكتورة، إلى أي مدى أيضا مهم القضاء على بعض المشاكل الصحية لدى الفتيات وتوعيتهم، يعني الوعي بأهمية الرياضة؟ والله شوفي، هذا هو اللي احنا بنتحدث عنه. نعم. التمكين الصحي يعني توفير المعلومات الأساسية للطفلة من بداياتها، وإحنا يمكن أنا بالنسبة لي بحاول أن أدرجها كمادة أو كنشاط في وزارة التعليم، ولي بعض التواصل مع مدير عام التعليم في منطقة جدة، لأنه هذه الثقافة لما تبنى من المدارس هي التي تحقق التغيير الحقيقي في الجيل الجديد. نعم
كانت معنا دكتورة سامية العمودي، مؤسس ورئيس وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، شكرا جزيلا لك. تطبيق سعودي جديد لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية على الدردشة الكتابية وتحويل الصوت والكلمات المكتوبة إلى لغة الإشارة، المزيد في التفاصيل في التقرير مع الزميل ماهر أبو لبدة. شركة سعودية تقوم بتطوير مشروع تقني إنساني من أجل مساعدة ذوي الإعاقات السمعية من خلال تحويل الصوت أو الكلمات المكتوبة إلى لغة الإشارة كي يفهمها الأصم مباشرة دون حاجة إلى مترجم. أصبح الحلم حقيقة حقيقي. تهدف الشركة التي تطور التطبيق إلى دمج ذوي الإعاقات السمعية في المجتمع بشكل أفضل من خلال تسهيل عملية تواصلهم مع الآخرين. تطبيق إحسان إنسان يختلف اختلاف كلي من ناحية التقنية عن جميع التطبيقات الموجودة في السوق حاليا، من ناحية الاستمرارية في الكلام، من ناحية أنه تطبيق إحسان إنسان ليس فقط مترجم بل هو برنامج محادثات شات سيستم، تمام. بميزنا أيضا اللي هي الداتابيس الكبير اللي عندنا، يعني أنت بتحكي ما يقارب 20,000 كلمة عربية. حيث يعمل التطبيق على طريق التحدث أو كتابة كلمات على الهاتف الذكي ليقوم بعد ذلك بترجمة الصوت أو الكلمات النصية المكتوبة للغة الإشارة، الأمر الذي لا يحتاج إلى مترجم للغة الإشارة. التطبيق الجديد يعمل على اللغة العربية فقط، لكن الشركة المطورة تعتزم إدخال لغات أجنبية أخرى من بينها الإنجليزية لدخول مرحلة التجارب التي تجريها في المرحلة المقبلة. نعرف أن الأصم ضعيفين في القراءة والكتابة، في لغة الأساسية هي لغة الإشارة، لذلك لما يتكلم الأصم بلغة الإشارة راح يبرمج إلى صوتي. هذا ما نطمح له، لأن الأصم لما يتكلم لغة الإشارة راح يترجم بصوتي، فراح يستفيد منهم السامعين جميع ويعرف ماذا يريد الأصم. والتطبيق متاح للتحميل مجانا بهدف تجربته لمدة شهرين، وبعد مرور مرحلته التجريبية سيتاح استخدامه مقابل 20 دولار في العام. استجابت وزارة العمل والتنمية السعودية للحالة الإنسانية لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من منطقة الحمراء يحتاج إلى الرعاية الصحية، بعد أن انتشرت صورة للشاب جالسا على كرسي متحرك حركت مشاعر كل من رأها، وطالبوا بضرورة تقديم الرعاية له والتكفل به على وسم معاق الحمراء يستنجدكم. برنامج الوطن رصد أبرز ردود الفعل حول الوسم في عدة تغريدات كان منها. نبدأ من نايف الشمري الذي قال في تغريدته: واثقون من تحرك الجهات المختصة لإنقاذ صباح الإنسانية. أما الدكتور أحمد البدر غرد قائلا: يجب أولا محاسبة المسؤول الذي أهمل البلاغ، كيف لهم أن يتجاهلوا بلاغا مضى عليه 4 أشهر؟ ماذا لو مات هذا الرجل؟ الإعلامي إبراهيم باشا غرد قائلا: الحمد لله يا رب كما وصلني وزارة العمل والتنمية تستنجد. آخر تلك التغريدات مع الإعلامي محمد الصواط الذي قال: اللهم أشفي أجسادا عجزت عن النوم من أمراضها وأوجاعها، وارحم عقولا سهرت من أفكارها وخوفها، واشرح صدور لم تنم من ضيقها. وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، أذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني، وأيضا نرحب بتغريداتكم عبر هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم، وأيضا تستطيعون متابعة حلقة الإعادة الساعة 10 بتوقيت السعودية. دمتم في أمان الله، مع السلامة.